عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم. وثنى أبي الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام على من مضى على بصيرة من أمره مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس. هذا اليوم نتحدث عن الميزة المائزة في شخصية أبي الفضل العباس. لماذا تميز أبي الفضل ولماذا وعلى ماذا امتدح أبي الفضل في الروايات؟ حياكم الله أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في موكبكم موكب الأيام، وكذلك الترحيب موصول لسماحة الشيخ جلال الصغير. حياكم الله شيخي، عظم الله لنا ولكم الأجر. بارك الله فيكم. لعل الثيم الأبرز في شخصية العباس عليه السلام هي البصيرة، وأشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك. هذه البصيرة يصنفها البعض أنها قضية وراثية، ولأجلها اختار العباس أم البنين، حيث كان يبحث عن الأشجع والأفرس، والأشجع هي من الشجاعة والأفرس من الفراسة، ليتوارث العباس هذه البصيرة من أجداده. فحدثنا عن أولا عن المؤهلات الذاتية ومن أين جاءت هذه البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله أجورنا وأجوركم في مصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أولا، هذا الوصف وصف الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لأبي الفضل، ويكفي أن يكون الواصف هو مثل الإمام الصادق حتى نعرف أن هذه الكلمة لا تحمل أي مبالغة، وإنما جاءت وصفا دقيقا لما يكتنف وعي أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الآخر هو أن أبا الفضل بدأ مسيرته في مدرسة وفاء متميزة، وفي نفس الوقت هذا الوفاء كان يتميز ببصيرة مسبقة. يعني موقف السيدة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها في يوم عرسها، كان الأمير قد أبلغها ماذا تحبين أن أتحفك من هدية. كان إذا ما دخل على زوجة له جديدة يقدم لها هدية، وبطبيعة الحال امرأة تنزل على يعني في بيت رجل له أولاد من ضرة أخرى من نساء أخريات، تحاول أن تفرض وجودها بأي طريقة وتؤكد ذاتها ووجودها في داخل البيت الجديد. كان مثل يعني بقية النساء كان بالإمكان أن نرى أنها تطلب هدية مصاغات معينة، لباس معين أو ما إلى ذلك، لكنها حقيقة كانت متفردة على مستوى التاريخ، وأعني بهذه الكلمة ما أقول، لأن ما طلبته كان يعبر عن بصيرة هائلة جدا. كان لديها طلب واحد، وهو أن لا تناديني باسم فاطمة، خشية على ولدي فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأن تنجرح مشاعرهم أو يتذكروا أمهم في مقام ليس من الصحيح تذكره في هذا المجال. هذا لم يكن مجرد تملق أو مزايدة من أم البنين، وإنما سار الأمر إلى آخر أيام أم البنين على نفس هذه الوتيرة. ونتذكر تماما كيف أن الناعي حينما جاء، وأعني بذلك بشر بن حذلم، حينما نعى الحسين عليه السلام في المدينة وهو يخاطب القوم بأنه قتل الحسين فأدمعي مدراره، كانت تسائله أخبرني عن الحسين. قيل له أن هذه أم البنين بدأ يعزيها بأولادها الواحد تلو الآخر،
وفي كل مرة كانت تقول له: أنا لم أسألك عن أولادي، أنا قلت لك أخبرني عن ولدي الحسين. هذه القضية ترينا أي بصيرة كانت تعتمل في البيت الذي نشأ فيه أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه. وحينما نذهب إلى كربلاء ونراقب ماذا فعل العباس عليه السلام، دع عنك أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يعتمد عليه في كل مشهد كربلاء، ويكفي أنه هو حامل اللواء، لكن طبيعة ما أبداه من مواقف يمكن لنا أن نتلمس هذه البصيرة. في بداية الأمر عرضت عليه دنيا كبيرة. هذه الدنيا متى عرضت؟ عرضت لما اشتد الخناق، ولما بان العدد الكبير قرابة 30,000 مقاتل في قبال ما يزيد قليلا على 100 مقاتل. هذه الحالة تفسح المجال للنفوس في أن تكشف عن ذواتها بشكل دقيق جدا. حينما جاء الشمر وعرض على العباس عليه السلام أمانا ودنيا ومالا وما إلى ذلك، ما الذي كان في جواب أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه؟ لم تكن القضية مجرد انتساب إلى البيت العلوي، ولكن هذه المقارنة التي يعقدها كانت هي عبارة عن تسويق بصيرة إلى الجيش المقابل. حتى في هذا المقدار كان يقول له بأنه: أترك مثل الحسين عليه السلام وأقبل على مثل يزيد ابن معاوية؟ هذه المقارنة كان يفترض أن تثير أسئلة كثيرة في داخل المعسكر المقابل، ولكن هي الأخرى تنبئ عن أن خياراته كانت مرتبطة ببصيرة عالية وبيقين كبير جدا بطبيعة الذي يقدم عليه. ثم حالات الوفاء العجيبة التي رأيناها من أبي الفضل هي الأخرى لا تنبئ عن مجرد الوفاء، وإنما وفاء ملتصق بطبيعة عقيدة تكتنف كل شخصية أبي الفضل. لم يكن قوله مختلف عن عمله، وهذا الأمر لم يكن في الظرف العادي، وإنما في ظرف شديد للغاية. لو نظرنا إليه وهو يقف على مشرعة الفرات، مشرعة الفرات تارة ننظر إلى أن فارسا وصل إلى الماء، وأخرى نرى المشهد بأن هذا الفارس قد خاض حروبا، كان على عطش شديد، وكان محاصرا، يعني الجيش الذي كان قد تكفل بحماية المشرعة ومنع الحسين عليه السلام وجيش الحسين من شرب الماء كان يربو عددهم على 3,000 مقاتل وهو لوحده. كيف يمكن له أن يتعامل مع هذا الأمر، وبأي طريقة يتعامل مع هذا الأمر؟ المشهد هنا يتراءى لنا، يلتمس الماء، يحس ببرد الماء، وهو الذي كان لسانه يابسا تماما كالخشب. وعندئذ يخاطب نفسه: يا نفس، من بعد الحسين هوني ومن بعده لا كنت أو تكوني. هذا الأمر لا يمكن أن يطرح في مزاد المزايدات أو في مزاد المبالغة أو فيما إلى ذلك، وإنما يعرب عن حالة وفاء شديدة. وهذه الحالة لا شك ولا ريب ترتبط بطبيعة البصيرة التي تكتنف هذه الشخصية العظيمة. ولا أحسب أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان قد بالغ في هذا الوصف، وصولا إلى آخر لحظات حياته بأبي وأمي. يعني حينما أراد الإمام الحسين أن ينقله إلى المعسكر كان موقفه
أن يبقي رأسه على التراب ولا يقبل أن يعني تصنع له ولو وسادة من الرمل، كان لا يقبل بهذا الأمر. وكان جوابه كتعليل لهذه الحالة حينما سأله الحمصين لماذا تفعل ذلك، قال له بعد ما مؤدى كلامه: بعد لحظات أنت راح تكون في هذا الموقف، وأنت تضع رأسي، من الذي سيضع رأسك على الرمال؟ طبيعي موقف من الذهاب إلى المخيم بعد أن عاد بلا ماء وما إلى ذلك، هذا هو الآخر موقفه العظيم أثناء إحساسه بمجيء حال سقوطه بأبي وأمي. الدماء والجراح أخذت منها مأخذه أقرب إلى الإغماء منه إلى عينه مطفأ بأبي وأمي، حينما أحس بمجيء رجل وقد تصور بأن هذا الرجل هو الذي سوف يحتد رأسه أو هو الذي سينهي حياته. ما الذي أعرب في آخر لحظة من لحظات هذه الدنيا؟ كان يتلمس أن يكون أن ينتظر حتى يأتي الحسين لكي يودعه وما إلى ذلك. طبعا هذا الالتصاق، هذا يعني حفص الموقف على الإمام المعصوم وعلى القيادة الشرعية، هذا لا ينبئ إلا عن بصيرة عظيمة جدا قد لا تتمكن كلماتنا، بل كلمات البلغاء مهما أوتوا من بيان ومهما أوتوا من فصاحة في الإعراب عما جرى، لكن الواقع أكبر من هذه الكلمات، وما جرى لا يمكن أن يفسره إلا مثل المعصوم الذي شاهد الموقف على حقيقته. جيد سماحة الشيخ، يعني شخصية العباس عليه السلام وثبات العباس، هاتين يعني ركيزتين الأساسيتين التي المعصوم ركز عليهما، أنه نافذ البصيرة وترحم على العباس عليه السلام لأجل هاتين الركيزتين، وكأنه اختزل سيرة العباس عليه السلام واختزل جهاد وكفاح وما قام به العباس بهاتين الصفتين، الثبات الإيمان والبصيرة، وكأنه تعرض العباس لزلازل في هذين المجالين. من الناحية التفكير الإسلامي، المواقف بالأخير ترتبط بالنوايا، يعني شكل الموقف قد لا ينبئ عن حقيقة النية، لكن النوايا حينما تكون عظيمة إنما تنبئ عن وجود بصيرة بطبيعة ما نوى هذا الإنسان، يعني طبيعة الخلوص لا يأتي إلا من خلال بصيرة خاصة تجعله دوما يرى الهدف كما أنه يرى كل الظروف الأخرى من جهات معادية، من طبيعة الإغراءات التي تقدم، من طبيعة المخاوف التي تعترض. لذلك حينما يكون الموقف في خلاصته ينبئ عن بصيرة كاملة، لذلك يختزل كل الحديث عن الفضائل وعن المناقب وعن القيم المعيارية في داخل شخصية الإنسان، تختزل بكلمة البصيرة لأنها أعلى مستوى في التعبير عن هذه القيم. أنا ذكرت بالأمس، لا أدري إن كان هنا أو في محاضرتي في المسجد، الشهيد القطيفة في غزوة حنين، رجل جاء ليقاتل وقتل، لكن نيته ماذا كانت تنبئ؟ قطيفة. لم يحمل على أساس الذين قتلوا في سبيل الله وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون أو أحياء ولكن لا تشعرون، وإنما حمل على مقدار نيته، مع أن العمل يبدو عظيما جدا، لكن الأعمال في معيار الإسلام تقاس بالنوايا، تقاس بالدوافع، والدوافع تنبع عنها مواقف البصيرة اللي تعبر بالنتيجة عن طبيعة القيم التي تكتنف في داخل الإنسان. نحن حينما نرى إنسانا أبيا لا يقبل الذل،
لا يمكن لنا أن نقول أنه مجرد أبي، وإنما ثمة فضائل متعددة، ثمة قيم تراكمت في نفسه أدت به إلى أن يقف هذا الموقف الشجاع. شيخي، هناك بعض المؤرخين يشير إلى أن العباس عليه السلام أحضر أو أشخص معه أولاده في يوم عاشوراء، وقدم أولاده ليذبحوا أمام عيونه أو أمام عينيه قربانا لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ما مدى صحة هذا القول؟ لا أستطيع أن أؤكد ما ذهب يعني إليه هؤلاء، رغم أنه لم يكن في العمر الذي يمكن أن ينبع عن أولاد كبار. الروايات تتحدث عن أن أم البنين كانت تحمل طفلا للعباس عليه السلام أثناء مجيئها لسؤال بشر ابن حدنا، لكن القدر المتيقن أنه حينما رأى بني هاشم يقاتلون هو طلب من أخوته بأن يتقدموا لكي يراهم قتلى في سبيل إمام الزمان وقتلى ومطواعين لأمر القيادة. يعني كم كان عمر العباس عفوا شيخي؟ هو كان في أقصى الحدود ربما يقرب من 34 سنة في بعض الروايات، لكن لست مدققا كثيرا في هذه القضية، ولكن بالنتيجة لم يكن عمره ذاك العمر الذي ينبع عن وجود أولاد كبار، بالرغم من أن مسلما ابن عقيل كما تحدثنا بالأمس أو أمس الأول كان له أولاد أيضا يعني بعمر الفتيان، واستطاعوا أن يقلبوا المعادلات المتعددة. على أي حال يعني كلغة تحقيقية لا أستطيع أن أجزم بأي اتجاه من الاتجاهات، كما أني لا أستغرب لو أن أولاد العباس خرجوا كما أبيهم في فروسيتهم وفي شهامتهم وفي طبيعة فدائيتهم من أجل المولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما رأيناه من أخوته وما رأيناه من أمه ينبع عن أن هذا البيت لا يمكن أن يصدر منه إلا ما يملأ العين عجبا، ونتيجة لجمال المواقف ونتيجة لعلو المعايير. سمحت شيخ، لفظ قمر بني هاشم كلهم كانوا أقمارا، عندما يعطى لقب لأبي الفضل العباس أنه قمر بني هاشم يعني كأنه يميز لجماله وبهائه وحسن طلعته. القمر له هيبته الخاصة، له جماله في اللغة يعني في الأدب العربي عادة حينما يستخدم القمر يستخدم عادة تارة للجمال ولنصاعة المواقف، لكن في الغالب مثل هذه الاصطلاحات تشير إلى طبيعة السيادة أو طبيعة علو الموقف في بني هاشم بالشكل الذي يميز عنهم أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه. ولم لا، ما دام أن كربلاء إذا كانت أبطالها كلهم من بني هاشم كان قائدهم هو أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه، لذلك بشكل طبيعي هو يميز عمن سواه. سمحت شيخ، نكمل الحديث بإيقاعات معاصرة خصوصا في زاوية البصيرة والالتفاف حول الولي والالتفاف حول الإمام إن شاء الله بعد فاصل قصير. إذا لي أذهب إلى فاصل وأعود لمواصلة الحلقة. أحبتي فاصل ونعود، ابقوا معنا. وأشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. يا سيدي يا أبا الفضل العباس، يا ابن أمير المؤمنين، هذه الصفات التي خاطبك بها أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما أحوجنا في زماننا هذا إلى البصيرة والثبات.
نتحدث عن بصيرة العباس وثبات العباس، ونجر الحديث إلى واقعنا، حيث اليوم الإشكال والفتنة التي وقع فيها الناس هي فتنة ضعف البصيرة، إذا ما قلنا انعدام البصيرة. لذلك أكد العلماء والمراجع حفظهم الله على أهمية البصيرة في زماننا هذا. سيحدثنا أيضا فضيلة الشيخ الصغير عن البصيرة وأهميتها، والثبات مع الولي وأهمية الثبات مع الولي. حياكم الله وعظم الله أجوركم، وحياكم الله شيخنا، وكذلك لك التعازي إن شاء الله. شيخي، لعل المفردة الأبرز التي نحتاجها في زماننا هذا هي مفردة البصيرة والثبات على الإيمان. اسمح لي أن أذهب إلى تساؤل للجمهور حينما ننادي لبيك يا عباس، هذا النداء الذي تمتلئ فيه عادة أجواء العزاء المتعلقة بأبي الفضل. ما المقصود بذلك؟ ماذا يراد بكلمة لبيك؟ هل نتوقع أن العباس سيخرج ويقول بأن المطلوب هو كذا وكذا؟ أم أن علينا أن نتأسى بأبي الفضل ونقتدي به فيما أوصله إلى هذا المقام العظيم، بحيث نحن بعد كل هذه الأزمان لا زلنا نتعشق ونتمنى أن نكون من خدام أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، وإلا ما أطلقنا كلمة لبيك يا عباس، كما أن الأمر يسري على غيرنا. في هذا المجال دعني أروي هذه الرواية عن والد عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم، أي عن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم، كان والي المدينة، وكان مأمورا كما بقية ولاة بني أمية بلعن أمير المؤمنين في كل خطبة. يروي ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ عن أن عمرا كان يقول بأن أباه كان خطيبا مفوها صاحب بيان، ويعد من جملة الخطباء المعدودين في تشخصهم في هذا المجال، لكنه قال بأني أراه كلما وصل إلى لعن هذا الرجل كان يصاب بطريقة أو يتحدث بطريقة لا يعبر، لا يفهمها من يسمع، يتكلم بكلمات من لا يريد أن يبين، أو يتكلم بطريقة لا يريد أن يبين. يقول: قلت لأبي: ما لك كلما وصلت إلى هذا إلى ذكر هذا الرجل يرتج بك الكلام، يعني أو لسانك يرتج؟ قال له: أو فطنت إلى ذلك؟ قال له: بلى. قال: يا بني اعلم أن لهذا الرجل من الفضائل ما لو علم به الناس لما بقي منهم معنا أحد. هذه خلاصة قضية البصيرة ومضادات البصيرة. إذا كانت البصيرة تؤدي إلى موقف كأبي الفضل، إذن المطلوب جهل مركب متقع حتى لا تفرز الساحة شخوصا كأبات كإباء وفدائية أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. اليوم في حديث المرجع الأعلى دام الله ظله الشريف، في حديث السيد الخامنئي أدام الله ظله الشريف، في حديثيهما كانا يركزان على قضية البصيرة بعنوانها هي معركة اليوم، وهي يعني ما يمكن أن نقول بأن المشكلة تنحصر في قصة أن يتمكن الإنسان من أن يكون بصيرا. حينما تحدث سماحة السيد السيستاني عن البصيرة، تحدث سماحة السيد الخامنئي عن جهاد التبيين، وكليهما يؤديان إلى نفس المؤدى، وكليهما يتحدثان عن طبيعة الأدوات المستخدمة ضد هذه البصيرة من قبل أعداء هذه الأمة.
ما الذي سيقولون لهذه الأمة؟ أنتم على حق، سيقولون لهم أنتم على النور، على هدى، أو الحق معكم، وأن من يريد أن يضطهدكم هو الباطل لا شك ولا ريب. لن يتحدثوا بهذه الطريقة، سيتحدثون بطريقة معاكسة جدا من أجل أن يضللوا الناس. في تعبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه، المؤمن كيس فطن. كلمة فطن ما المقصود بها؟ أنه يعرف شرائط الزمان والمكان، ظروف الزمان ما هي، وبالنتيجة لا يحسم موقفا من دون معرفة ووعي ما يجري بشكل دقيق جدا. لذلك يوصي المؤمن في الفتن أن لا يتقحم، في الفتن عليه أن يصبر، في الفتن عليه لما في الفتن عليه أن يصبر، في بقية الأيام لا يصبر، الصبر مطلوب، لكن في الفتن لأن البصيرة تغش، ولأن الشبهات تكثر، ولأن المواقف لا تبين، لذلك يطلب منه إن لم يكن على بصيرة عليه أن يتوقف، عليه أن يرجع لمن له بصيرة في هذا المجال، وعليه أن يستند إلى جملة من العوامل التي تجعله لا يغش بظاهر ما يجري في هذا المجال. لابد أن يلجأ في حال الفتنة. أمير المؤمنين يقول: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلم. إن لم يكن لديه بصيرة فعليه أن يلتجئ إلى ركن وثيق، كما يشير أمير المؤمنين عليه أن يتوقف على أقل التقادير، عليه أن لا ينحاز قبل أن يتورط بإنحياز من شأنه أن يؤدي به إلى الهلكة. يعني إحنا عدنا في مجالات متعددة رأينا أن بعضا من الذين نعتبرهم كبارا من المتقدمين تغش بصيرتهم. لما؟ ليس لأنه يريد هذا الغش، ولكنه لم يحصن نفسه بما يكفي بحيث يعرف طبيعة العدو ومكر العدو وطبيعة إمكانات الصديق والحليف، أو أين موضع الحليف من موضع العدو، كيف يميز بين هذا وذاك وما إلى ذلك. لذلك في رواياتنا في الحديث عن الفتن التي تأتي قبيل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حديث حقيقة هناك حديث مرعب يشير إلى أن بعضا ممن يقا أو ممن يعتقد بأنهم أصحاب بصيرة يغشون ويسقطون في الفتن، حتى ما يرقص الشعر بشعرتين، حتى يسقط من كان يشق الشعر بشعرتين. يشق الشعر بشعرتين أي أنه كان يفلس الأمور ويدقق بالأمور إلى هذا المستوى من الدقة، ولكن شدة الفتن وطبيعة الظلام الذي ينتج نتيجة للجهل الذي يعمم. الآن أنا أذكر مثلا رواية أن الصيحة الجبرائيلية حينما تكون والعالم كله يسمع هذه الصيحة، يفترض أن الناس كلها تتجه بعد للإمام، تتجه إلى، لكن يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: في اليوم الآخر تنطلق صيحة إبليس، صيحة إبليس من الأرض، إشارة إلى جنودي الشيطان من الإنس، ستنطلق الدعايات. ماذا سيقولون؟ سيقولون بأن هذا من سحر الشيعة، إشارة إلى أنهم سوف يكذبون أكاذيب حتى ولو كانت غير قابلة للتصديق. والآن واقعنا المعاصر يتحدث عن يعني عن هذا الأمر. أنا في حلقة سابقة أشرت إلى واقع ما نعبر عنه في الإعلام بالفيك نيوز. اليوم صناعة الجهل وصناعة الكذب أصبحت صناعة مشترات بمئات الملايين من الدولارات. أكذب القوم يشترى من قبل القنوات الإعلامية أو من قبل القنوات التي تعمل على أساس الحرب النفسية أو على أساس صياغة العقول بالطريقة التي يريدها الكذابون. في السابق كان الكذب عبارة عن رذيلة كبرى، أما اليوم نرى فلانا وفلانا يكذبون بملء الفم، لا يستحون من ذلك، بل يحصدون جمهورا نتيجة لأكاذيبهم ونتيجة لطبيعة خديعتهم. لماذا يمارسون الخديعة؟ لماذا يكذبون؟ لماذا يعملون على تشويه سمعة من يصدق؟ لماذا يحاولون
أن يحذفوا من ذهن الجمهور ومن عقل الجمهور الكلمات الصادقة. لماذا يفعلون ذلك؟ إشارة واضحة جدا إلى أن المعركة الحالية هي معركة العقل، معركة العقل الصادق من العقل الذي يقود الناس إلى الجهل المركب. ولست أبالغ في هذا المجال لو قلت بأن الحضارة المعاصرة العلمانية قائمة على أساس الأكذوبة وعلى أساس تمرير الأكاذيب على عقول الناس وقيادتهم بسبب هذا الجهل الذي صنعوه في أذهان الناس. الناس أيضا لا تعرف أن ما يوجد في أذهانها هو جهل، وإنما قد تعتقد بأنها تمتلك علما وهؤلاء لا يمتلكون. الجهل المركب هذا الجهل المركب. سماحة الشيخ، لاحظنا كثيرا ما كثير من الشبهات هي اسمها شبهة لأنها تشبه الحق أو كثيرة الشبه بالحق. كثير من الشبهات، الحكماء عندما تقبل الشبهة يحذر الناس أن هذه شبهة، احذر يا فلان يا فلان. الجهلاء هكذا يعبر أمير المؤمنين، الفتنة إذا أقبلت عرفها الحكماء وإذا أدبرت أدركها الجهلاء. كثير من الفتن حتى اللي شفناها في أوقاتنا القريبة، في لعله في سنياتنا الماضية القليلة، كثير من الفتن الجميع انخرط بها والجميع توجه بسبب الضغط الإعلامي وبسبب صناعة الأكذوبة وإلى آخره، أسباب عديدة، والعقل الجمعي لعب دور وضعف البصيرة لعب دور كثيرا. بالتالي ما هي المعالجات الحقيقية كي لا نسقط بما سقطنا فيه في لعله في سنة 2019 أو ما بعدها؟ أنا أعتقد أولا هناك مصدات أولية ذكرها الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، هي أن الذي يريد أن ينشئ فتنة ينشئها بطريقة وجود أهواء تتبع وأحكام تبتدع. هذه القضية حينما يراها الإنسان أو حينما تترسخ في ذهن الإنسان يمكن له أن يتخذ الموقف الأول في مثلها. أي قضية جديدة لا يمتلك فيها علما يقينيا عليه أن يتوقف في بداية الأمر، عليه أن يتوقف. إن كان ثمة مجال لسؤال من له علم بهذه الأمور يمكن له أن يرجع لسؤال من له هذا العلم. وهنا لا أقصد علما خاصا، إن كانت القضية ترتبط بالإعلام عليه أن يسأل المختصين في هذا المجال، إن كانت القضية ترتبط بالأفكار عليه أن يسأل المختصين بهذه الأفكار. وليس بالضرورة دوما أن السائل مسؤول لديه علم كامل بهذه القضايا. لذلك التحرز والاحتياط هو سيد المواقف في هذا المجال. الآن أنا لو أرجع إلى الصورة العامة لنشرات الأخبار، قال محللون وذكر شهود أعيان وذكرت التقارير الوكالات والإحصائيات، لا أحد يسأل من هم هؤلاء الذين ذكروا هذا الأمر. من هم المحللون؟ أي تحليل قدموا؟ ما هو ميزان تحليلهم؟ هذه الأمور تمر على الناس مرورا سريعا، بينما لو وقف الإنسان وتساءل بشكل جدي ما هي هذه المصادر. أنا أجي أذكر في الأخبار ذكرت مصادر مطلعة، من هي هذه المصادر؟ من الذي يقول بأنها مطلعة؟ من حينما تحلل تجد أن كيبوردا يعمل في سفارة أو في جهاز يروج مثل هذه الأمور لقضايا أنشئت في لحظتها. الآن ليش نروح بعيد؟ الآن كثير من الروايات في الفيس في الواتساب تنتشر رواية عن الأئمة في الموقف في الكتاب الفلاني في الناس هم تعتقد بها، بينما من ترجع الكتاب ما إلى وجود، المؤلف ما إلى وجود ولا الرواية والرواية ما إلها وجود. طيب يعني لذلك العلماء كثيرا ما حذروا، ترى أكو شيء يكذب به مثل ما يكذبون على الأئمة، مثل ما شفنا يعني هسه الآن مثال عبد العزيز ابن مروان حينما قال
فشلون حسرت فضائل علي بن أبي طالب؟ شلون الناس تحولوا إلى لعنه بدلا من تمجيده ومن الانتماء إليه؟ نتيجة للأكاذيب. ومثل ما كان في زمن بني أمية بني العباس أيضا، يروي المؤرخون عن أن المهدي العباسي دخل عليه راوي اسمه غياث ابن إبراهيم. غياث ابن إبراهيم دخل وقال له: أكو عندنا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سبق إلا بخف أو حافر، عنوان السباقات لا تجري إلا بس. المهدي العباسي ميزته أنه كان بتعبيرنا مطيرش، يعني كان يحب الطيور ويلتهي بالطيور، هذا خليفة المسلمين. ولذلك لا تستغرب الآن يعني أن تكون الأمور يتصدى إلها ما يعبر عنه بالرويبضة أو بالتوافه من الناس، ويصيرون هم أصحاب المسؤولية ويتصدون إلى الأمور العامة. خليفة المسلمين اللي مشتغل بالطيور، فهذا شلون يستدر جيبه؟ قال له فلان روى فلانا عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله لا سبق إلا بخف أو بحافر أو بنصل، أضاف نصل الريشة إلى الرواية، أعطاه 30,000، بس لو درهم لو دينار، المهم مبلغ كبير. وقال حينما ولى قال: أشهد أن هذا ظهر كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطيب أنت كذاب، لكن لأنه يريد أن يبقى هذا الكذاب على يعني على مسيرة الكذب وعلى مسيرة الخداع، لذلك اشتروا ذممهم. إذا كان هذا الأمر في ذلك الزمن، في هذا الزمن أقدر بكثير من تلك الأزمة. إذا لا نستغرب إذا كان الخليفة بالأمس يلاعب القردة والطيور، لا نستغرب من يعني مما يحدث في زماننا هذا من تسلم سنام السلطة. ما يفعله الكثير من المتقلدين للأمور أن يبات سكرانا ويصحو على سكره، يعني للأسف الشديد يعني الأمور تردت إلى درجة بحيث لا يحتاج المرء إلى استدلال أن خديعة كبرى يجري تمريرها على الناس، تشترك بها وسائل متعددة، الكبار يشتركون بها، وسائل الإعلام تشترك بها، لا يوجد براءة في هذه الأمور يعني مطلقا. وأنا دعوتي إلى يعني الأخوة الأعزاء اللي يستمعون، دققوا في الأشياء قبل أن تقبلوا بها. حينما يقال لكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا التبين مطلوب جدا، لا سيما وأن عملية التبين في بعض الظروف قد تؤدي بالإنسان إلى أن يكون شريكا في أعمال شنيعة هو بريء منها. هسه يعني الشيء بشيء يذكر، يعني لو نظرنا إلى حادثة الشهيد الوثبة، ساحة الوثبة، اللي يتصور أنه اللي راح يحاسبون على قتله فقط الذين باشر ارتكبوا بعملية القتل، متوهم جدا. من نظر راضيا، من لم يحرك ساكنا، من يعتبر كلهم شركاء في هذا الأمر. من تكلم بكلمة دخلت في إرادة الذين باشروا بعملية هو شريك معه، هو شريك أيضا. فلذلك على الإنسان أن يحذر، هذا الزمن ليس زمنا عاديا، زمن تصطف به عمليات كبرى ما بين الظلم والجور، وعلى الإنسان أن لا يستخف في تحديدا فيما يجري في العراق. في العراق ساحة تجري عليها أشد المعارك ما بين الاستكبار وما بين مشاريع العدالة التي تتوافق مع مسار أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك على المنتسب عليه أن يحمي نفسه في الاحتياط على أقل التقدير، على الأقل في الاحتياط. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ لما قدمته، جدت وفت، وإن كان الحديث في مجال البصيرة أوسع بكثير من أن تستوعبه حلقتين ثلاث حلقات. شكرا لكم على أي حال، نسأل الله ما قدمناه في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وينفع السادة المشاهدين إن شاء الله. أحبتي، البرنامج مستمر وإياكم، لكن إلى هنا تنتهي
فقرتي في هذا البرنامج، على أمل أن ألتقي بكم في حلقة قادمة. إلى ذاك الحين أستودعكم الله وأسترعيكم، صلى الله عليك يا أبا عبد الله.